السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور مشهور، كيفك؟ شادي، شو اخبارك؟ السلام شو عليكم، شو اخبارك؟ اخبارك؟ الله يطول عمرك يا دكتور، الله طمني يسعدك. عنك. الحمد لله الحمد لله، الله يسعد قلبكم. طمني عليكم. منور، اطال الله بقائك. الله يسعدك، الله يخليكم. الله يخليك. عدنا والعبد احمد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تفضل لك دايم. الله يسعدك. الصوت منيح يا خالدي شادي؟ والله الحمد لله، بس شوي مدوشين بالمراقبة والدوام، وتعرف هسه كمان في عنا الصيفي، الدورة الصيفية عنا بالمدرسة كون احنا مدارس مهنية، فشوي هسه ورا بعض كل الامور تراكم. مع الخلفة وتعطلت السيارة، يعني الحمد لله ما شاء الله الحياة مشغولة. مبارك ما جاك، مبارك ما جاك. الله يبارك فيك، طول الله عمرك يا الله دكتور. يسعدك، الله يسعدك، طول الله عمرك. الله يسعدك. الله يسعدك. الصوت مسموع إن شاء الله. الصوت واضح. احنا مش عارفين ليش الجروب يعني اللي حطيناه على الواتساب ما فيش فيها الأعداد، مع إنه أعداد الطلاب عالية جدا. فيش على الجروب يمكن تقريبا 10 12 طالب، وعدد الطلاب عندي فوق 60. أنا حطيت اللينك على جروب كلية الزراعة إن شاء الله. شباب حطوا الأسماء الحضور مع رقم الجامعي على الجروب عشان الحضور. اليوم يعني أول محاضرة إن شاء الله، على بركة الله نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الأمين، رسول الله عليه الصلاة والسلام. إحنا الكورس بعنوان حشرات النخاسين الحقلية الثانية، أو بعض الجامعات بسميه الحشرات الاقتصادية Economic Entomology. هاي رقم المادة، 3 ساعات معتمدة. بالنسبة لي أنا دكتور مشهور خوالدي، هاي رقم المكتب، تليفون، إيميل. الساعات المكتبية مبينة من بعد المحاضرة إن شاء الله، من 3:15 إلى 4:15 أونلاين، ساندي تيوزدي أحد وثلاثاء. ووقت المحاضرة كما تعلمون من 2:15 إلى 3:30. إحنا الكورس ديسكريبشن، وصف المسار، بدنا نغطي فيه الجوانب الأساسية والعملية لحشرات الفصيل الحقلية والبستانية في الأردن. بدنا نعمل وصف للحشرات، تعريفها كأنواع، أعراض إصابتها على النبات، الأضرار الاقتصادية بشكل عام، الظروف المواتية لتوزيع هذه الآفات، وبالأخير مكافحتها. العناوين اللي راح نتطرق لها قبل المد، يعني ناخذ آفات الخضروات بناء على العوائل مثل البستوس فانيسي، العائلة الصليبية، الآلة القرعية إلى، وبعدين بعد ناخذ امتحان نصف الفصل المد، وبعد ذلك نبدأ بأشجار الفاكهة، المحمضيات والزيتون والتفاحيات واللوزيات، ونهاية في أشجار النخيل. هذا هو الكورس أوتلاين أو الكورس توبكس بالنسبة لنا إن شاء الله. هسه الآن إحنا اليوم رح نبدأ في مراجعة للأشياء اللي بتلزمنا في المسار، أهمها ما هو تطور الحشرات والطور الضار، وما هي أجزاء كم الحشرات واختيار المبيد المناسب. هدول الموضوعين نراجعهم لأنه هدول بيلزمونا في سياق المسار إن شاء الله. هسه الآن بالنسبة لتطور الحشرات، أن المقصود فيها الميتامورفيزم، لأنه تطور كامل، والمقصود فيه تمر الحشرة بعدة أطوار، تبدأ بالبيضة ثم اليرقة بعدة انسلاخات وأطوار يرقية،
ثم تتشنق وتشبع عضراء، وبعد العضراء بتكون حشرة كاملة. هذا هو الكومبليت ميتامورفوسيس اللي هو التطور الكامل، وهذه بنسميها روتابرافيا، لأنه يعني أعلى نوع من أنواع التطور. هذا التطور الدار غالبا في الحشرات التي لديها تطور كامل، غالبا ما تكون اليرقة أو اليرقة والحشرة الكاملة، اليرقة غالبا، وقد تكون اليرقة والحشرة الكاملة. إذا التطور كامل لأن بيمورفي 4 أطوار اللي هي بيضة ويرقة وعذراء وحشرة كاملة، واليرقة قد تكون 3 4 5 انزلاقات، يعني 5 أطوار يرقية. أن الأطوار الرتب التي يكون أفرادها ذات تطور كامل، منها رتبة غدودية الأجنحة أو قرنية الأجنحة اللي هي الخنافس والسوس، تتطور الظاهر غالبا اليرقة والكامل. إذا أول رتبة نتحدث عنها تعود إلى التطور الكامل هي الكوليوبترا. الكوليوبترا هي غدودية الأجنحة اللي هي الخنافس والسوس، الويبلز والبيتلز، بيتلز خنافس وويبلز سوس. أما الرتبة الثانية رتبة خرشفية الأجنحة اللي بتحضر، وتكون تابع إلى الفراش والعش، وطور الظهر اليرقة. دائما يشبه خرشفية الأجنحة لأنه تختلف أجزاء الفرد بين اليرقة والكاملة. أن اليرقة تكون جوينت ماوث بارت اللي هي قاربة، ولا تكون كذلك في الكاملة. لذلك هي بتكون طور الظهر في خشوبة الأجنحة عليه اللي بدور فراش، إن كان فراش أو عين، ونميز بين الفراش من حيث الأجنحة بدون الفراش هو بيكون نشاطه العالي، والعين هي الأفراد التابعة لخشوبة الأجنحة نشاط عالي يتطور فيها خشوبة الأجنحة أفضل هل يرى. أما رتبة تنمية الأجنحة اللي هي ذباب البعوض، يتطور الظهر ذلك من اليرقة والكامل. أما بالنسبة ل ثنائية الأجنحة الدكتور داي اثنين تيرا جناح ثنائية الأجنحة الدكتور تطلب تشاهد الأجنحة لها النكرة في النحل والنمل والدبابيه، فطور الظهر بين اليرقة والكامل. إذا قلنا تطلب تشاهد الأجنحة هاي النكرة، تطلب تشاهد الأجنحة الدكتور، تطلب تشاهد الأجنحة هاي النكرة الدكتور، ورتبة تبنية الأجنحة كل يقصر. هذول الـ4 رتب الرئيسية التي تدفع أفرادها إلى تطورها تطور كامل، ويكون في هناك أفراد تابعة لهذه الرتبة. هاي أنا شايفين أنا أعد الرتب الراقي كانت كاملة، البيضة تقتص البيضة إلى عدة أطوار يرقية. من ثم دكتور بعد إذنك، في تشويش عندك، بدريش أنا لحالي سامعه وبقية الطلاب سامعينه. بحاول أحسن قاعد من الصوت، بس هذا اللي طلع معي ولا الصوت واضح واضح. طيب دكتور، طيب إن شاء الله. إذا التطور كامل حكينا الإلبس اللي البيوت تفخس البيوت إلى الأرض اليرقات، وعندك عدة انسلاخات اليرقات حتى توصل إلى العذراء الكيفة، ومن ثم تخرج الأبراج الكاملة. التطور الدار غالبا حكينا اليرقة واليرقة والحشرة الكاملة حسب ما شرحت لكم في الرتب المختلفة الأربعة السابقة. نيجي على التطور الأقل من التطور الكامل هو التطور الناقص. هنا نيجي على البيضة تقص إلى حورية، والحورية إلى حشرة كاملة. التطور الدار بتكون الحورية والحشرة الكاملة. غالبا أبنائي التطور الناقص هناك تشابه بين الحوريات والحشرات الكاملة، تشابه في المورفولوجي في الشكل الخارجي. يعني الحشرة الحورية عبارة عن حشرة كاملة لكن صغيرة وليس لها أجنحة زي المن. أن الطور الأول أو الثاني أو الثالث يشابه الحشرة الكاملة. التطور الدار غالبية الحورية والكاملة حكينا متشابهات في أجزاء الفم، لأن نصفية الأجنحة اللي الهيمكترا أو الهيمكترا، لأن كلها بتبقى تابعة للهيمكترا. نصفية الأجنحة مثل اللي يدعى بق النبات، المام،
البسلة تبعات الهم نبطات رتبة مستقيمة الأجنحة الجراد والجنادق رتبة متشابهة الأجنحة وهم المن والنبطات والذباب البيضاء والبسلة والبق الدقيقة. نسفية الأجنحة ورتبة متشابهة الأجنحة أصبحت يعني الهيمبترا والهيمبترا تابعة للهيمبترا، يعني إذا خليني أحكي إنه هدول رتبة واحد. وأخيرا الثربس اللي هو تيسانوبترا اللي هي رتبة رتبية الأجنحة. هدول تطور فيهم تطور ناقص، أي لا يوجد عندنا تطور يرقي أو عذراء، لا يوجد عندنا تطور يرقي أو عذراء. أوكي، عندنا بيضة فورية وحشرة كاملة. هل عندنا مثلا تطور ناقص بيضة، حكينا الفورية تشابه هل بالغة في النطفات الجراد الجنادة. أوكي، في المهم وايد عضل الفورية والحشرة الكاملة. الفقط هنا انه لا يوجد يعني حجم، لكن اجزاء الفم ثابتة بين الطور غير الكامل والكامل. لذلك نحكي عن تطور الباط والفوري والكامل وتشابه أجزاء الفم. هسه الآن نأخذ أجزاء الفم والمبيض المناسب، شو علاقة ليش أخذنا أجزاء الفم إحنا وتطوراته يعني شو اللي نستفيد منه إذا عرفنا شو نوع أجزاء الفم تبع الخشب. إذا أنا أول شيء كنا كي أجزاء الفم الماصة أو ثاقب الماصة، هاي شو بتعمل؟ بتتصل عصارة فقط. نسبة الأجنحة متشابهة الأجنحة وتبية الأجنحة يعني إن كان هذول أجزاء الفم الماصة، إذا هي بتتصل عصارة. إذا أنا المبيض اللي بدي أستخدمه ويكون متخصص لهذه الآفة سيستميك انسكتسايد اللي هو الجهاز المبيد الحشري الجهازي، نحكي عن المبيد الحشري الجهازي اللي بيمشي في المواد الغذائية أو السائل العصارة النباتية. إذا أنا بما إنه عندي أجزاء قماصة وعرفت إنه هاي بتمتص فقط العصارة من النبات، إذا أنا بحاول إن أوجد طريقة إن أحط المبيد المادة الفعالة للمبيد تصل للعصارة وبذلك تمتصها الحشرة وبيصير عندي يعني موت لها أو كذا. بالنسبة للأجزاء الفم القاربة والقادمة تأكل الأنسجة النبات بما فيها العصارة، تأكل الأنسجة كاملة بما فيها العصارة مثل حشوية الأجنحة مستقيمة الأجنحة بندية وأحيانا بشيء الأجنحة. هنا بستخدم مبيد حشري في الملامسة لأنه بتلامس لي الحشرة وبتلامس لي سطح النبات وممكن تدخل في بعض الخلايا البشرة في النبات، وهذا توقي عبارة عن نسيج نباتي تتغذى عليه ذوات الفم القارض وبذلك اتصل المادة اللي أنا رشيتها للحشرة. أو قد أستخدم كمان المبيد الجهازي، قمت عليك لأنه كمان هي تتغذى على النسيج بما يحتويه من العصارة النباتية. إذا المبيد الجهازي ومبيد الملامسة بستخدمهم لذوات الفم القارض، بالنسبة للأجزاء الفم الماصة بستخدم لها جهاز. وإذا بدي استخدمهم الاثنين زي حكيت أنا بدعم هناك نصف المعدل من كل نوع بعد تأكد من قبل تخلطي، أنا بخلط مبيد جهازي مع مبيد ملامسة يعني بخلطهم نص بنص. إذا في قبيل الخلط للمبيد بين المبيدين بستخدمهم كما بصير. هاي أجزاء الفم الماصة حكيناها، بستخدم مبيد جهازي ينتقل للعصارة النباتية وبذلك ينتقل من العصارة النباتية عن طريق الامتصاص إلى الحشرة. دكتور يعطيك العافية، الصوت واطي دكتور كثير الصوت. إن شاء الله أنا بحاول أعلق. السلام، هذا المثال مثال على صورة بتوضح أجزاء الفم الماصة بق نبات تمتص العصارة إذا بستخدم لها إيش مبيد حشري جهاز. هاي أجزاء فم قاربة أو قاضمة إذا بستخدم حشري ملامسة أو جهازي أو الاثنين معه. هيك أنا وضحت علاقة أجزاء الفم بنوعية المبيد اللي أنا بستخدم. الآن بنبدأ في محاضرتنا. شو اسم الحشرة هذه؟
أنا واحد هاي اللي قدامك اللي قبل هاي ايش اسمه؟ ايوه هذا احد الجنادل. ايش اسمه؟ احد انواع الجنادل. تمام دكتور. كل الجنادل قاربة، جراد جنادل. الان اول عائله راح نبدا فيها في افات الخصيب، الخضروات، هي العائله الباذنجانيه. واول افه تصيب عندنا الحفار الاوروبي اللي هي يوروبيان مور كريكت، يسموه كلب البحر، الملوش، الحلوش، عندك عده تسميه. هو الحفار الاوروبي جريلو تالبا، جريلو تالبا الاسم العلمي، وتابع الى مستقيمه الاجنحه. هذا هو شكل المول كلب البحر. يعني طلعت التطورات اللي في بدايه الارض الاماميه زي الخلون، شكله زي الخلون. هذا حفار. عندنا هاي شكل البيض تبع الحفار الاوروبي. هذا بحفر انفاق والانثى بتبيض فيه، معدل كل نفق نحكي 100 بيضه بمعدل خمس انفاق لهذه الحشره. يعني التوتال عندنا العدد الكلي متوسطا لكل انثى حفار اوروبي تضع 500 بيضه، بواقع 100 بيضه لكل حفره في التربه، وبكون عدد تقريبا 5 حفر. هذا منتشر في المناطق الدافئه والمرويه، يهاجم النباتات ذات الجذور الدرنية، لأنه التربة يهاجم نباتات ذات الجذور الدرنية مثل البطاطا. وأنا كمان جزر ولفت الفجل من عوائل أخرى لأنها ساق درنية، يعني أي شيء ينمو تحت سطح التربة من جذور أو جذور درنية أو ساق درنية يهاجمها هذا الحفار وبتغذى عليها. وبنلاقي الكرة تبعته انه بيخدمنا على المجموع الجبل. فندق الشتاء داخل التربة، نشاطه بشهر 3 آذار، تتزوج شهر 4، فترة الجين سنة أو أكثر، وتنجذب للفوق. هذه حشرة تنجذب للفوق. حكينا بتتغذى، هي حفار جذور، بتتغذى على الجذور، وأي شيء والجذور والجذر عامل رئيسي في النبات، من هنا تستمد خطورتها. فإذا في حالة أن يوجد أعداد كبيرة في هذه الحشرة، فاحنا بنخسر محصول. مظبوط، يعني خطورتها انه عدد البيوض عالي جدا، تصل ل 500 بيضة للأنثى. وبذلك احنا بنحكي على حشرة كمية الأعداد الجيل الأول تبعها عالي، إلى فترة يعني فترة الجيل بالسنة كمعدل. إذا هاي وجب إنه نأخذ حذرنا منها. في أعراض، هاي نشوف الأعراض، ضرر الحفار الأوروبي على البطاطا. الأعراض: حفر أجزاء النبات تحت التربة وتحت التقوط، يلاحظ أكوام من التراب بجانب سيقان النباتات. من الأعراض اللي ممكن نشوفها كدلالات لهذه الحشرة أو وجودها، هي أكوام التراب بجانب سيقان النباتات، لأنها بتحفر وبتطلع التربة برا. هاي أعراضها تكون الجذر وسيقان درنية والجذور درنية. عدة أنواع من المكافحة. المكافحة الحيوية تشمل دوبيرا ونيماتود وذبذبير مثل لارا بايكالوت. إذا عندنا مكافحة حيوية، عندنا أعداء حيوية من رتبة الدوبار، ويوجد كمان نيماتود وذبذبير تهاجم هذه الحشرة. ممكن نكافحها للذكر وليس للحصر، او نعمل بروباغندا للمبيد بس للمثل، مثل الترسبان والكلوروبايروس بداية الترشات. وان تقليب الارض لتعرض الافه للاعداء وظروف الجو، خصوصا هذه اذا عرضت الاطوار غير الكامله للشمس زي البيوت، بتكون عمليه مكافحه. كما اذا قلبنا الارض تطلع، يعني بنعرض افراد هذه الافه
الى العداله الحيويه. عندنا الافه الثانيه هي بقه النبات او بقه البندوره في ميتوبالك نيجيرو كورنس تنس نيجيرو كورنس تنس. هاي نسبه الاجنحه شايفين جلد قوسين. اعراض البقه نتيجه التغذي على الأوصار النباتية محل ما هي تغرس أجزاء نبات الناصة في النبات سرع النبقاء من موت بعض الخلايا بقاء بيضاء هي عوان منتشرة تتعود إلى هنترا العائلة ميريدي. إذا بقة النبات اللي هي الجلوكوز تينيس أعراض الموجودة كما هو في السلايد بتفضل هاي الحشره البندوره والبطاطا والباذنجان والقرفه. حكينا عائله باذنجان بندوره بطاطا باذنجان والقرفه. دوره حياتها تمضي فتره الشتاء خامله على النباتات البريه بتزاوج في الربيع. تضع البيض على الباذنجان فتره الجيل شهر تقريبا الى 5 إلى 6 اجيال في السنه. اذا هاي عندها تفضيل عائلي وتعتبر آفة ثانوية عن إن وجدت يعني تعمل مونيتورينج وتعمل مراقبة للنبات إن وجدت بعدد كبيرة بيلزم لها مكافحات. ولكن مكافحات الحشرات الأخرى التي تصيب العائلة البتنجيني قد تكون كافية يعني بالمعية هاي المكافحة. الأعراض تبع تضرر تباحة لأنها تتغدى يعني بتصير الناس لسقوط البراعم الزهرية خصوصا بشهر 6 و7 وبتحب الجو الدافئ والجاف. خطورتها انها بتيجي على الازهار وبصير عندنا سقوط للبرامج الزهريه لديها 2 إلى 3 اجيال. حكينا انه مثلا خطوره يعني بدنا ننوه انه بعض الحشرات اللي لديها مدى عائلي واسع خصوصا اذا كانت تصيب النباتات المحاصيل واعشاب بتكون الاعشاب هي مصدر ثانوي للاصابه ولذلك يجب الحذر من الاعشاب الموجوده في الحقل لانها مصدر الاصابه تكون. لذلك احد استراتيجيات المكافحه تكون مكافحه الاعشاب البريه التي ترجع لها الافه. وان اذا ممكن الالتقاط باليد في بدايه الاصابه لانه عددها تكون قليله لكن اذا زادت عن حتى ووصلت الى خطوره ان تصبح هناك اضرار على وسقوط ازهار كبير نستخدم المواد الكيماويه مثل مبيد السبن والبرمثل. عندنا الآن البقة الخضراء لديها الجرين ستينك بط البقة النتي ستينك لديها البقة الخضراء البقة النتي هاي تابعة للهيمترونس في الأجنحة نجم لونها الأخضر. وهنا نشوف كيف هذه البيوت والأوريات التي تنقص منها. إذا نسمع هيمترا نسبة الأجنحة وكلمة أوريات إذا هاي التطور تبعها ناقص ليس كامل. هذه قليلة الأهمية في البلدان العربية. اسم العلمي نيزارا بيرديولا وفق نسبة الأجنحة الهيمترا. العائلة بنتا تومدي نيزارا بيرديولا هيمترا بنت التمدي للبقة الخضراء أو البقة الخضراء النتنة. قليلة الأهمية في البلدان العربية لديها مدى عائلي واسع جدا أكثر من 100 نوع نباتي. بالنسبة للعائلة البتنجانية يعني بتصيب خاصة البندورة ولكن بتصيب العوائل الأخرى مثل البقوليات والحمضيات واللغزيات مثل المشمش والعنب. بالنسبة لدورة الحياة تمضي الشتاء بين النباتات وتحت الأوراق كحشرة كاملة. إذا طول التشتية هو تطور الحشرة الكاملة. تبدأ نشاطها في ربيع بشهر 3 تظل بيض في مجموعات على السطح السفلي للأوراق لها 3 أجيال. شايفين كيف المجموعات بيض تبعها مجموعات. شايفين التجمع من البيوت. لها 3 أجيال أنا بشهر 5 في جيل بشهر 7 وبين شهر 9 و12 إلى جيل.
العرض بعد اتصالات البراعم الزهرية والشوب والثمار ويوجد قبول في النبات، وذلك بسبب امتصاص وصارها شديد. في مرات تكون كل أمراض فطرية، المكافحة نفس بقية الأمراض. نبدأ في الآفات التي يعني الآفات اللي ذكرناها آفات ثانوية إن وجدت يجب مراقبتها، وإذا زاد ازدادت أعدادها وأصبح هناك ضرر إلها فأنا تكافح، غير ذلك ممكن أن نتحمل عدد منها ما تتكافحش. نيجي بعض الأمراض الآفات الرئيسية، منها من الدباق الأخضر الجرين بيتش إيفيد اللي هو مايزس بيرسيكا. مايزس بيرسيكا يعني من بشكل عام هو من أخطر الآفات الموجودة، وقد يكون أخطرها لأنه كثير من الأنواع تابعة للماء، وغالبية النباتات إن كان شجرية أو خضروات أو مجليات تصاب بنوع أو أكثر من حشرة الماء. وكذلك كمان بالعكس، حشرة الماء يوجد بعض الحشرات بعض الأنواع تصيب أكثر من عائل، أكثر من 100 عائل. مثال على ذلك هذا من الدباق الأخضر، والآن سوف نشوف أنه يصيب عندنا 400 عائل نباتي. هذه حشرة المن اللي هو جرين بيتش إيفيد، من الدباق الأخضر، لونها أخضر، تتميز في طول التنيبات الشرجية الكاودة، قرون شرجية طويلة ولونها أخضر. يوجد كما شو راح نذكر إيش اللي بدخل معنا في تصنيع المن مثل ما يجينا. هذا من الدراك الأخضر مايزس بيرسيكا يمتر ومطر يفددي العائلة، منتشر بشكل كبير جدا، تواجد أكثر من 400 عائل نباتي، وتصيب الفلفل والبنجان والبندور والبطاطا الخاص بالجبن. دورة الحياة يتواجد في الوتري والربيع بأعداد كبيرة، ويقل عند ارتفاع الحرارة عن 25 درجة. إذن الآن نركز على هذا المن بالنسبة له، بما أنه عنده مدى عائلي كبير جدا، إذا مصدر الإصابة يمكن يجينا من نباتات ومحاصيل أخرى جنب الحقل أو من أعشاب. لذلك في عملية مكافحة بدي، بما أني مش متخصص ويهاجم العديد من العوائل، إذا أنا هذا بدي أكون في عملية مراقبة أراقب لي ليس فقط المحصول اللي عندي والمحصول الأخرى والأعشاب، ونضافة الحكم الأعشاب بتفيدني في مكافحته. درجات الحرارة يعني من في شيء بيحب البرودة، في شيء بيحب الدرجات المعتدلة، في شيء بيحب الحرارة العالية. هذا من الأنواع اللي بتحب الحرارة المتوسطة، يعني ما دون 25 درجة مئوية نشاط عالي، من 18 لـ 22 الأوبتيمم تبع درجة الحرارة الفضلة تبع 8 درجات. المن بيعطي يعني العديد من الأعراض، حكينا بيصيب الخس والفلفل بشدة أكبر، يمتص العصارة هاي أول إشي بضرر يعني مباشر، يفرز الندوة العسلية، هاي الندوة العسلية بتغطي مع أسطح النباتات وبتكون مصدر غذاء للفطريات مثل الفطر الأسود الهبابي، بيجي متغدى عليها، إذا مصدر إصابة بالفطريات بتيجي على الندوة العسلية، وبينقل الأمراض الفيروسية خاصة الموزايك، ينقل لنا الموزايك، ممكن الموزايك على الخيار على البندورة. CMD موزايك الخيار ينقله على البندورة، يصاب النبات البندورة بموزايك الخيار. هاي نتيجة يعني التجاعد، حكينا نتيجة امتصاص العصارة، وممكن كمان إفراز سلايبر سكريشنز اللي بتيجي بإفرازات لعابية قد تؤثر على عملية الانقسام وتشوه الأوراق. أن المكافحة كان إزالة بقايا المحصول السابق تخلص من الفيروسات كيماويات من البرمثرين والأنيت، وكثير من الأعداء الحيوية بتصيب الماء بشكل عام، ومنها من الدباق الأخضر
مثل أسد المال، حشرة أبو العيد، ومعبس، دبابة السيرفنت، ومتطفلات، ومنغضات كبيرة. الآن الآفة الرئيسية، أنا كمان الآفة يعتبر رئيسية، وبالنسبة لها بالنسبة لمن حكينا عدة أعراض، مثل ضررها بيجي عن ساب سكن، امتصاص العصارة، الهانديو، النتو العسلية، وما إلى تأثير على تغذية النبات، وتكون مرتع ومادة غذائية للبكتريات عفن الرباب الأسود، وكذلك نقل الفيروسات. الميزة الدبابة البيضاء سويت بوتيت واتفلاي اللي هي ديميسيا تباسي، تابعة لعائلة الاليرويديدي، تابعة للهيمترا أو هومترا. هذه الذبابة ليست بذبابة حقيقية. لماذا؟ أبراطون زيادات، أبو عيسى، عموري، عمري أحمد، شباب، يا شباب مين معنا؟ معك دكتور معك أبو عيسى. إحنا هذا سميناه ذبابة البيضاء، ولكن ليست تابعة على الدبترة اللي هي نصفية الأجنحة، ثنائية الأجنحة. ذباب يعود والبعوض إلى ثنائية الأجنحة، إلها جناحين فقط. هذه مش ذبابة ولكن سمت بالذبابة. لماذا؟ نأخذ ملاحظة إنه يوم نقصد إحنا أي شيء اسمه ذباب، هو الذباب اللي هو له فقط زوج واحد من الأجنحة وتابع إلى ثنائية الأجنحة، تثبت ثنائية الأجنحة اللي هي دبترا. هاي الذباب البيضاء تابعة للهومبترا أو الهيمبترا، نسبية الأجنحة، متشابهة الأجنحة، لها أربع أجنحة وليس لها جناحات، تشبه الذباب في الوقت تبعتها، لذلك سميت ذبابة. واسم شاع عليه هذا الاسم، فأصبح اسما عاما وليس اسما علميا. والذبابة البيضاء أخذت هذا الاسم وأطبقت حملة، ولكن هل هي ذبابة بالمعنى الحقيقي؟ لا. هذه الذبابة البيضاء في شايفينها الأجنحة شفافة، لكن تفرز الحشرة عليها مواد شمعية بيضاء تغطيها، تكون شفافة أول ما تطلع. هاي البيوت تبعتها، ولكن يوجد مادة شمعية بيضاء عليها. هذه آفة مفتاحية أو رئيسية خاصة على البندورة، تهاجم أكثر من 600 نبات. كم نحكي على الذباب البيضاء بشكل عام، تهاجم أكثر من 600 نبات. تدعى الذباب البيضاء أو تدعى ذبابة البطاطا الحلوة سويت بوتيتو وايت فلاي أو ذباب وايت فلاي، يعني ذبابة البيضاء أو ذبابة البطاطا الحلوة، ذبابة التبغ، ذبابة القطن البيضاء، عدة تسميات حسب القوة. لها دورة حياة بنركز عليها مميزة. هاي من بيضة إلى زاحفات، هاي عند العضل الإيد، الفيس إنستار كرولر، ما تسميهاش قورية، نسميها زاحفة. أوكي، هاي الطور الأول بمشي على النبات وبثبت، بنبدي له مكان وبتضلها ثابتة ما بتتحرك، تأخذ موقع وبتبدي تتحول للطور الزاحف الثاني والثالث والرابع. لها دورة حياة مميزة، من بيضة إلى زاحفات، تسكن على النبات في العمر الثاني، تمتص العصارة وتفرز ندوة عسلية وتتحول إلى عضلات، تستمر على النبات وتمتص العصارة وتفرز ندوة عسلية. ذبابة الكاميرا البيضاء تمتص العصارة وتنقل أمراض فيروسية خاصة. الآن هاي لا هي تطور كامل ولا هو ناقص. ملاحظين صار شيء اسمه عضلاء عندي في تطور ناقص. معي يا شباب النقطة هاي، حبايبي هذا معي
تركيز ياسين عماد ادوار شيبي معك دكتور معك بنميز هون نقطة رئيسية تركزون عليها انه اول نقطة حكينا انه هاي مش دبابة حقيقية هاي تابعة على نسبة الأشعة وديك تابعة الدكتور وحكينا ليش الآن نحكي على تطور تبعها تطور ليس بالكامل وليس بالناقص لأنه عندنا شيء يشبه الحوريات سميناه زاحفات ولكن في الطور الكامل يوجد عطراء ويرقات هنا يوجد عطراء في الطور التطور الناقص لا يوجد عطراء إذا هاي عملت دمج بين الثنتين بين الميزين هذا التطور يسمى تطور شبه كامل تطور شبه كامل لوجود العذراء قبل الطور الكامل وجميع الأطوار بعد البيضة تمتص العصارون وبالنسبة للذباب الكاملة تمتص العصارون في الفيروسات خاصة TYLCB مرض تجاعد الصرار في بندورة هلا كمان نوع عندنا يعني حكينا على سويت بوتيتو وايت فلاي الذباب البيضاء او ذبابة البطاطا الحلوة باسم العلمي بميسي تباسي عندنا شيء اسمه الجرين هاوس وايت فلاي الذباب البيضاء تاعت البيوت البلاستيكية او البيوت الخضراء هي ترايلورويدس فابروفيارا وعلت بميسي تباسي عندنا نوعين من انواع الذباب البيضاء واحد الجرين هاوس وايت فلاي ذبابة الجرين هاوس والثاني اللي حكينا عنه ذباب البيضاء اللي تعرف عليه سويت بوتيتو وايت فلاي هي ذبابة البطاطا عندنا الأضل بأن بيوت شفناها صفراء الفيرسن ستار بيفقس بيدور على موقع جيد للامتصاص بيستقر وبعدين بينسلخ الانسلاخ ثاني تحول إلى تطور الزاحف الثاني بيضل ثابت على النبات بيتطور بيصير بهذا الشكل التطور الثالث وينسلخ يصير عندنا الفيرسن ستار أو أنك شبه العذراء وبعد تصير عندنا العذراء هون كتبت الآتي وأثرها كأعراض عنه ففي كميات هاي من الذباب البيضاء وكمية الامتصاص تبعها للنقل الغذائي بيكون عالي جدا فهو أول ضرر عنه هو ضرر التبديل المباشرة بنيجي أعراض الإصابة وهذا الخطورة الأولى للذباب البيضاء هو نقل مرض إصفراء وتجاعد الأوراق الفيروسي لازم شايفين هذا هو تجاعد الأوراق وإصفرارها شايفين الأعراض تبعتها على البندورة وكمان تعمل تفرز لنا ندوة عسلية ذباب البيضاء مما يؤدي إلى أضرار نتيجة وجود الأعفاء مثل الأعفاء الوبائي الأسود عندنا بالنسبة للمكافحة عندنا مكافحة حيوية باستخدام الطفيلات والمكتسات والنقضات يوجد بعض الأصناف المقاومة يمكن البحث عنها وزراعتها الذباب البيضاء يعني تنجذب إلى اللون الأصفر لذلك عندنا المصائف اللونية الصفراء نحطها في البيوت البلاستيك منهم أول إشي بتكون عندنا تعطينا إنديكيشن وتعطينا انطباع عن وجود هذه الحشرة يعني أول ما تدخل نصير نراقب المصائف إذا عندنا عليها ذباب البيضاء ولا لا مشان نتنبه إنه الذباب موجود أم لا وكمان إذا كان الشرائط اللونية الصفراء أو المصائد اللونية الصفراء إذا كانت الإصابات يعني بداياتها قد تكون ملفية في المقاطع. أنا من الرؤساء الزراعيين مثل زراعة داخل الخيار والبندور لم يوجد تفضيل عالي بين الخيار والبندور المصائد النباتية يوجد نباتات أخرى حسب الموجود عندك أنت محصول عندك بتشوف شيء تفضل الذباب البيضاء بتفضل أكثر وأعطي زراعة لعنا المريضة والحكاية لأنه أجزاء فن معصر إذا مستقيم لها إيش بدأت أشغل جهازي متى أقل من دقيقة هذا أي سؤال حبيبي أي سؤال حبيبي
من المحاضرات ان شاء الله وتصلي على المتابعه المحليه من حكومه المحاضره القادمه ان شاء الله.